نروح بقى للمبتكرين والنوابغ الحقيقة اللي الدولة بتهتم بيهم بشكل كبير جدا جدا، لهم نصيب النهاردة معانا و49 منحة. الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أعلن عن تقديم الصندوق لعدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالتأكيد من النوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، وده العام الدراسي الجديد اللي هو 22-23. أوضح الدكتور عامر أن إجمالي عدد المنح الدراسية هيكون 49 منحة بواقع 7 منح لكل جامعة، هتكون ممولة بشكل كامل كل الرسوم الدراسية للحصول على شهادة البكالوريوس بنظام 4 سنين أو 5 سنين، وده طبعا بيتوقف على نوع البرامج اللي هيتم دراستها. معنا على التليفون الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. صباح الخير بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. بالتاكيد خبر مهم جدا ويهم او يعني مهم جدا للعديد من النوابغ والعديد من المبتكرين اللي الدوله بترعاهم بشكل كبير جدا، 49 منحه بواقع 7 منح لكل جامعه. عايزين نعرف الاول التصنيف ازاي بيصنف، ان ده او اقدر اصنف نفسي ان انا من النوابغ او المبتكرين عشان اتمتع بهذه المنح. بالظبط يا فندم، هو الصندوق منشأ لغرض دعم المبتكرين والنوابغ. السنه دي يمكن احنا اعلنا المنحه بالنسبه للطلاب النوابغ. النبوغ دايما بيبقى النبوغ والتميز في احد فروع العلوم المختلفه. الطالب بيكون متميز فيها، الابتكار انه بياتي بافكار خارج الصندوق زي ما بنقول ومرتبطه في مجالنا بمجالات التكنولوجيا المختلفه. فعشان كده السنه دي اعلنا عن منح للطلاب النوابغ مع 7 جامعات بالشراكه معاها، الصندوق بيتحمل 50% والجامعه بتتحمل 50%، عدد المنح 49 زي ما حضرتك اشرتي. أيوة. مع 7 جامعات، 4 من الجامعات الاهليه المتميزه، جامعه الجلاله، جامعه الملك سلمان، جامعه العالمين، جامعه المنصوره الجديده، وكذلك مع 3 جامعات متميزه جدا في مجال الابتكار ودعم النبوغ، الجامعه المصريه اليابانيه، جامعه زويل، وجامعه النيل. دول مجموعة اخترناهم نبدأ بيهم، وطبعا برضو بالاتفاق معهم بالشراكة معهم. المنحة زي ما حضرتك تفضلتي بتغطي المصاريف الدراسية بالكامل. أيوة. بيتم الطالب يتقدم للجامعة بداية عشان يحقق متطلبات القبول بالجامعة، وبيجتاز بعض الاختبارات للجامعة. يعني هو بيقدم للجامعة الأول وبعد ما يتم القبول يقدم ان هو تبقى المنحة. بالظبط يا فندم، بعد ما بيجتاز كل الشروط بيقدم للجامعه، يجتاز الشروط في الجامعه ويجتاز كل الاختبارات اللي بتعملها الجامعه، المجموعه الطب منهم بيجي اسمائهم للصندوق، والصندوق بيعمل بعض الاختبارات الاضافيه عشان زي ما حضرتك تفضلتي بيميز فيها اكثر واكثر ما بين الطالب العادي والطالب النابغ. المنحه من اسمها ليس الطالب المتفوق، يعني مش فقط اللي بيحكم هو درجات النجاح في الثانويه العامه، ولكن الاختبارات اللي بتتم مع اللي الطالب حصل عليه اثناء المرحله الدراسيه السابقه، هل فاز في جوائز في مسابقات علميه دوليه او محليه. لكن ما فيش اختبارات بعينها بيدخلها الطالب علشان يتبين هل ده طالب متميز او نوابغ ولا لا، لكن خلال الفتره الدراسيه هو بيكون لازم مر بهذه الاختبارات او دخل في نوع من انواع المسابقات او غيرها يعني. لا، في مجموعه من الاختبارات تجريها الجامعات وتتباين من الجامعه للجامعه. يعني مثلا في جامعه زويل في مجموعه من الاختبارات ده للقبول في الجامعه، انا بتكلم على تصنيف حضراتكم ان هذا الطالب من النوابغ، بيتم ده بناء على بيتم اختبارات ليه ولا من خلال فتره الدراسه ان هو يكون لازم شارك في العديد من المسابقات، حصل على على نوع من او عمل نوع من انواع الاختراعات او ما شابه. ده جزء من ملف التقدم اللي قام بيه قبل كده. لكن أيوة. في اختبارات ثانيه بنعملها مع جهه متخصصه ازاي مستوى الذكاء ومستوى النبوغ بتاعه، وده برضو بيبقى ده العامل الاساسي في المرحله الثانيه ان احنا نفلتر المجموعه الاميز اللي بتاخد المنحه الدراسيه بالكامل. طيب نتكلم، ممكن حضرتك تقول لنا ايه الجامعات اللي ان شاء الله هتكون فيها السبع جامعات اللي هيكون فيها هذه المنح؟ السبع جامعات هي جامعه المصريه اليابانيه. أيوة. جامعه النيل، جامعه زويل، وكذلك جامعه الملك سلمان، جامعه الجلاله، جامعه العالمين، وجامعه المنصوره الجديده. عظيم جدا. اللي بدانا بالشراكه معاهم. طب اهم البرامج اللي هتكون او ينفع فيها هذه المنح ولا اي سواء ما كان بقى هو الطالب اللي يختار ايه البرنامج اللي عايز يدرسه؟ احنا حاطين بعض البرامج الطالب بيختار من منها، بس احنا بنحددها في البرامج اللي بترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الحديثه. التكنولوجيات الحديثه لان احنا مستهدفين كصندوق
ان احنا بقى عندنا مجموعه من المبتكرين بعد ما ينهوا دراساتهم ويبقوا عندهم ثقل كويس جدا في مجال التكنولوجيا يساعدوا في تنفيذ البرامج بتاعت الدوله. بمعنى ان احنا بنتكلم على نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، بنتكلم على تعميق التصنيع المحلي، فبالتالي كل البرامج اللي احنا مختارينها بالشراكه مع الجامعات هي في هذا المحور. ازاي يقدر ينقل التكنولوجيا؟ ازاي يوصل تكنولوجيا في مصر؟ طب اخيرا ايه عايزين ناخد يعني تصور عن عدد المتقدمين لغايه دلوقتي للحصول على هذه المنح، او عدد المصنفين عندنا لغايه دلوقتي من المبتكرين والنوابغ. حقيقه هو الاعلان كان ظهر يوم الجمعه الماضيه فقط لا غير، فبالتالي الحصر كله زي ما حضرتك هو بيقدم من البوابه بتاعت الجامعات نفسها. لحد دلوقتي يمكن ما عنديش حصر فعلي للعدد اللي اتقدم قد ايه، لكن احنا عشان بنعتبر دي مجرد يومين ودي فرصه جيده من خلال برنامج حضرتك ان الطلبه الحاصلين على الثانويه العامه يعرفوا بالبرنامج اكثر واكثر ان شاء الله. طب حضرتك تعرفنا بقى بشكل سريع برضه عشان الطلبه اللي بيتفرجوا علينا او اولياء امورهم ازاي يقدموا، يعني هم دلوقتي عرفوا ان في دلوقتي 49 منحه يقدموها ازاي؟ الخطوات. عندنا يا فندم اربع جامعات الاهليه دول ليهم بوابه قبول ادميشن هاب، ده بيخش عليه وبيلاقي كل التعليمات ازاي يقدم في فيديوهات في جايدنس فيها، لان هم الاربع جامعات دول لهم تنسيق موحد مع بعض. الثلاث جامعات الثانيه اللي هي الجامعه المصريه اليابانيه زويل والنيل، كل جامعه ليها بورتال خاص بيها، ليها بوابه خاصه بيها بيعلن عليها الشروط وشروط القبول والاختبارات اللي هو المفروض الطالب يجتازها. فبيقدم الاول على الجامعه كل الاربعه مع بعض في ادميشن، والثلاثة التانيين كل واحدة ليها بوابة خاصة بيها بيقدر يقدم من خلالها. عظيم جدا جدا، كل الشكر الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووزارة التعليم العالي. بالتأكيد خطوة مهمة جدا من الدولة المصرية، كنا في وقت من الأوقات كنا دايما بندعو عندنا العديد من العقول المصرية الشابة اللي بتحتاج أن حد يدعمها، اللي بتحتاج أن حد يقف جنبها علشان نكتشفها وعلشان نطورها بشكل كبير زي ما بيحصل على مستوى العالم. مثل هذه المنح بالتأكيد هتفرق معنا أن احنا يكون عندنا جيل من المبتكرين والمبدعين. كل الشكر وكل التوفيق لأولادنا بالتأكيد.